على مسافة كيلومترات وليس مئات الأمتار. الانفجار كما قال محافظ بيروت والصور التي رأيناها صحيح. المشروم أو الفطر، حبة الفطر أو دخان الفطر الذي رأيناه يشبه انفجارات نووية بكل معنى الكلمة. بيروت كلها منكوبة. الانفجار الأكبر في تاريخ المدينة هو انفجار اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. الأصدقاء الذين تحدثت إليهم قالوا بأننا نتحدث عن حجم يفوق بعشرات المرات وليس عشر مرات، عشرات المرات ما حصل. أنت لاحظت أنك كتبت على تويتر قبل قليل يعني ربطت بين ما يحدث في إيران وما يحدث في لبنان، لم تقنعك فرضية المفرقعات، هل يعني ممكن أن يكون فعلا هذا حادث انفجار في مخزن كيماويات مفرقعات؟ يعني أستاذ يوسف أنا ليس لدي معلومات، دعني أكون آسف أنا شوي متأثر زيادة على